ادي مجدي وتعدي مجدي ربيع ياسين جوه جوه. النهارده احتفالاتنا كتير، كمان عيد ميلاد واحد من عمالقة كرة القدم المصرية كابتن ربيع ياسين. النهارده عيد ميلاده 60، كل سنة وهو طيب. الحقيقة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يا أحمد. طبعا كابتن ربيع في غير أن أنا أتكلم عنه، الحقيقة مهما اتكلمت مش هوفيه حقه، لكن الحقيقة لما نيجي نتكلم على اللاعب النموذج أكيد كابتن ربيع ياسين ملك الناحية الشمال، وأعتقد أنه كتير من الناس تتفق معايا أنه على قد مستواه الفني رائع ومهاراته الكبيرة جدا، كان أخلاقياته كمان جزء أو سبب رئيسي في حب الجماهير ليه، اللي ما تقدرش أبدا تنسى صولات وجولات كبيرة الحقيقة الكابتن ربيع ياسين سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. كل سنة وأنت طيب يا كابتن ربيع.